عشان انت تسافر. انا خارج من السجن عشان نتلم كلنا مع بعض. لازم تعرف انك انت ابني اللي ما خلفتوش. فاهم؟ ربنا يخليك لي. يلا بينا يا رحيم، مفيش وقت، حياتك في خطر. وايه اللي بيحصل ده؟ انا رائد خالد علي، وانتك انا عارفك. انا مش همشي من هنا غير لما اعرف مين دول. دول الناس اللي عايزين منك 700 مليون. انت عارف مين اللي ورا موضوع ال 700 مليون؟ مش مهم الكلام دلوقتي، اكمل كلامنا في العربيه. حياه الدكتوره داليا في خطر. ايه؟ داليا! رحيم حاسب! بلاش تهور، بلاش تهور، ها؟ بلاش تهور. فرح؟ مفاجأة مش كده؟ ايه يا خالد؟ انا كنت فاكرك اذكى من كده. عماد، انت عرفت المكان ده ازاي؟ اقول لك عرفت ازاي؟ لا مش هقول لما ترموا السلاح اللي معاك كله. سيب داليا يا عماد. حنيتك دي بقى اللي بتحرق دم يا رحيم. ما انا سبتها اهو، كلكم مترفعين اصلا. ارمي السلاح. بس انت يا عماد عارف كويس قوي ان انا ولا فارق معايا داليا ولا رحيم. اه بس يفرق معاك حياتك انت. انتوا تعرفوا بعض من امتى؟ ده انا وخالد عشره قديمه قوي. يعني كل اللي قلتولي في العربية كان كده؟ هو أصله كان بيحافظ عليك مش عشان سواد عيونك، عشان يحافظ على نصيبه في 700 مليون. أنا مش جاية هنا عشان أتكلم يا عماد. عارف يا تنتقم من رحيم، وأنا كمان عايز أنتقم من رحيم. بس تعرفي يا فرح، الانتقام من غير شماتة تحس كده ان قيمته بتقل شويه. عارف يا رحيم، كل مره كنت بشوفك فيها ببقى ماسك نفسي بالعافيه ان اقول لك ان انا بلعب بيك من يوم ما خرجت من السجن. وانتوا عرفتوا منين موضوع ال 700 مليون؟ اعتبر ده اعتراف منك انهم معاك. عماد، سيب داليا تخرج من هنا وانا هعمل لك اللي انت عايزه. ليه؟ مش عايزها تعرف انك حرامي مقلب الزباين في 700 مليون دولار؟ البيه حرامي قلب زباينه في 700 مليون، صح؟ يعني انت كنت بتكذب عليا يا رحيم؟ والفلوس كانت معاك طول الوقت ده؟ داليا، في حاجات كتيرة انت ما تعرفيهاش. انت كنت بتبص في عينيا وتكذب؟ انت عايز انت تحرقوا دمي؟ يا حلوة، كان ببص في عينك وبيكذب عشان هو كذاب وحرامي. ورق ال 700 مليون كان شايله عند صديق عمره، حلمي. وحلمي صديقه باعه وخانه، وراح باع الورق لمين؟ لأمينة. وأمينة بعته لعزة منصور. مين بقى عزة منصور ده؟ صاحب البيه. هو واحد كمان ثلاثة قلبوا الزباين في 700 مليون دولار، واتفقوا مع بعض يحطوهم في حساب بره، وبعد الهيصة ما تخلص كل واحد ياخد نصيبه. بس انه يعملوش حسابه بقى ان رحيم بيتقبض عليه ويترمي في السجن. عماد، انا قلت انا مش جاي اتكلم في حاجة، انا جاي هنا عشان حاجة واحدة بس، اخلص منه. اقتله. رجع مكانك.
ما حدش هيقرب من رحيم طول ما انا هنا. كان نفسي اشكرك لولا اني عارف نيتك. بسيطه يا رحيم بيه، قول لي فلوس فين وانا خرجت من هنا، انت والدكتوره سلام غصب عن اي حد. وانت مين اللي قال لك ان انت نفسك هتخرج من هنا؟ لا يا عماد، اقعد كده وصلي على النبي. انك تقتل رحيم حاجه وانك تقتل ظابط دي حاجه تانية. انا لو اتخربشت بس الدنيا هتتقلب عليك. انا دلوقتي بس بدات اجمع كل حاجه. عزت بعد ما اتسجنت حب يدور على الفلوس، باع اللي وراه واللي قدامه علشان يدفع لأمينة تمن الورق، ولما فشل انه يوصل لحاجه انتحر. البوليس حقق في الموضوع، الورق وقع قدام خالد بيه، ومن هنا تعاونتوا مع بعض. بس اللي مش قادر افهمه بقى، انتي هنا بتعملي ايه؟ كنت فاكراك اذكى من كده يا رحيم. انت كنت فاكر ان انت بتغسل فلوس لوحدك؟ انت ما كنتش تقدر تاخد خطوه واحده من غير ما ترجع لجون خباز. جون خباز؟ انت تعرفيه؟ مكتب الاستشارات بتاعي كان واجهه من الواجهات اللي استخدمها قبل كده زمان، ومن بعد كده بقيت انا بلعب لوحدي. كلامك ده وفر عليا كتير قوي. تقصد ايه يا رحيم بيه؟ انا مش عارف هما اتاخروا كده ليه. هما مين دول؟ احمد بيه، كويس انك جيت يا فندم. رحيم اهو وعماد كان خاطف داليا، وكويس حضرتك وصلت. يعني استنى يا خالد، خليك انت شويه. ايه ده؟ انتوا متفقين مع بعض؟ مش محتاج اقول لكم المكان كله متحاصر، عشان مصلحتكم كل واحد يسلم سلاح. تمام يا باشا. يعني ايه؟ يعني انتوا هتسيبوه؟ انتوا مش عارفين ان ده مجرم؟ مش عارفين عمل ايه؟ احنا عارفين كويس قوي يا مدام هو عمل ايه. يعني انت كنت بتشتغل مع الداخليه؟ مش انا قلت لك في حاجات كتير انت ما تعرفيهاش؟ خساره خالد، انت اخر واحد في الدنيا توقع ان يخون. لا يا احمد بيه، نزل سلاحك يا خالد. انا مش خايف. نزل سلاحك. مش هنزل سلاحي وما تدينيش اوامر. نزل سلاحك. مش هنزل سلاحي. داليا، انا مش هعرف اعيش من غيرك يا داليا. عماد، انت عارف كويس قوي ان عمري ما حبيتك، وان طول عمري بحب رحيم، واني لجأت لك بس هروب من حبي ليه. يعني ما ينفعش برضه اسيبك لحبيب القلب واروح اتحبس. طب خليها اعدام بقى وتعالي معايا.